واضح أن هناك تنسيق بين الغرفة المشتركة لدى الفصائل، وحتى هذه اللحظة كما نتابع كتائب القسام لم تدخل بشكل مباشر في هذه المواجهة، وبالتالي لماذا؟ تنفذ كل الأجنحة العسكرية حتى هذه اللحظة. لماذا؟ كل الفصائل لماذا دكتور أيمن؟ طبعا لماذا لم تدخل حركة حماس لماذا في الآن هذه دخول المواجهة؟ يعني حتى هذه اللحظة غير معلن، ولكن عندما يعني نتابع حجم الرد وما يقال بمتابعة نوع الصواريخ من قبل الاحتلال الذي يحلل هذه الصواريخ، أقول بشكل واضح أن كتائب القسام لم تدخل في هذه المعركة. الاحتلال سعى بصراحة لتحييد حماس عن هذه المواجهة كما حدث في عند طيب. اغتيال الشهيد تيسير الجعبري وخالد منصور عام 2002. نعم. هو يحاول ذلك، ولكن حتى هذه اللحظة أعتقد أن الغرفة المشتركة لا تريد، قد يكون تنسيق بأن لا يتم اقحام القسام الآن، قد يكون في مراحل أخرى إن استمر العدوان على. طيب دكتور أيمن تقول أنه يحاول ذلك، حتى اللحظة يدرك دكتور أيمن حضرتك تقول أنه الاحتلال يحاول ذلك بالضبط، الاحتلال يحاول منع حركة حماس من الدخول في هذه المواجهة، وحركة حماس أيضا لم تقم حتى اللحظة بالدخول في هذه المواجهة. هذا واضح من نوعية الأسلحة التي استخدمت والصواريخ التي تم رشها، ولكن نحن ندرك أن لا تستطيع أن تطلق قذيفة من قطاع غزة دون موافقة كتائب القسام أو حركة حماس التي تسيطر بشكل كامل على قطاع غزة، وبالتالي ما تم بموافقة كتائب القسام دون الدخول في هذا الأمر. هذا كما أشرت يشير به الإعلام العبري، ونحن عندما نتابع في على الميدان يقال أن حتى هذه اللحظة القسام لم تدخل بشكل كامل. لماذا لم تدخل؟ أنا أعتقد هذا أمر إيجابي وسلبي في نفس الوقت. إجابة لأنه لو دخل القسام فإننا قد نشهد حرب أكثر شراسة ضد قطاع غزة، وشعبنا في قطاع غزة الذي يتعرض منذ عام 2008 حتى الآن لأكثر من 5 حروب قاسية طويلة ثم حروب قصيرة أكثر من 4-5 حروب أخرى، وبالتالي غزة ليست حملا لمواجهة مفتوحة وطويلة، ورغم كل ذلك لن ترفع الرأي غزة وستصمد رغم كل ذلك، والأطفال الذين يبكون ويرتعدون، ونتحدث قبل دقائق عن أتحدثتم عن شهيد نتيجة نوبة قلبية استشهد أمس، كل هذا الأمر طفل متجاوز 6 سنوات، كل هذا الأمر لا يدفع باتجاه أن ترفع غزة الرأي، ولا حتى الشعب الفلسطيني سيرفع الرأي، لكن أنا أعتقد أن هناك حكمة في عدم إقحام كتائب القسام نفسه في هذه المعركة، أن تدعم بشكل مباشر وغير مباشر الوحدات العسكرية الأخرى للفصائل بإطلاق صواريخ أو بالاشتباك مع الاحتلال، الأمر جيد. دخول في اضطرت في نهاية الأمر للدخول إلى اشتباك مع الاحتلال هذا